في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها خاصة المتعلقة بالتهريب والمتاجرة بالأسلحة النارية، تحصل أفراد فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني بالشراقة على معلومات مفادها قيام شخص على مستوى إقليم بلدية الدار البيضاء ولاية الجزائر بنشاط غير قانوني يتمثل في تخزين وعرض للبيع أسلحة نارية ذات مصدر أجنبي. على إثر هذه المعلومات تم تكثيف عنصر الاستعلام وتحديد عنوان مقر نشاط المعني، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش مقر سكنه، حيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 71 سنة مع حجز بندقية من الصنف الخامس 16 خرطوشة صيد عيار 12 ملم 11 خرطوشة صيد عيار 16 ملم 45 طلقة نارية عيار 7.65 ملم مسدس آلي من الصنف الرابع. سيتم تقديم الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء فور استيفاء جميع الإجراءات القانونية.